سلمى، كل شخص بيمتلك خلال النهار 24 ساعة قد تكون فرصة هامة لإنجاز الكثير من الأهداف، لكن في الواقع نحن أمام نموذجين من الأشخاص لا يمكن أن يمتلكوا الوقت الكافي لإنجاز مهامهم، أو أشخاص لديهم مساحة كبيرة من الوقت دون نتيجة تذكر. فأين يكمن السر؟ كيف ممكن نحقق ذلك التطور مع شخصية خلال فترة العزل المنزلي والبعد الاجتماعي؟ هذا الشيء رح نتعرف عليه سوا مع الأستاذة نهى شويحنة، مستشارة في إدارة الموارد البشرية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم ورمضان كريم. وكمان بعد زمان رمضان كريم. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني يمكن كل واحد فينا، وكنا عم نحكي هيك قبل ما نبلش على الهواء، كل واحد فينا ممكن يكون عنده كثير من المهام، كثير من الأشغال، ويوصل لمرحلة يقول ما عم بيكفيني الوقت. ولكن هلأ بهذا الوقت اللي نحن عم نعيشه، والإجراءات الاحترازية، البعد الاجتماعي، البقاء بالمنزل، صار في عند كثير من العالم شريحة معينة مساحة كبيرة، كيف هي تستغل هذا الوقت؟ تمام. هلأ نحن بالنسبة للوقت بهذا، يعني هي ثقافة أول شيء، يعني الاستفادة من الوقت. كان الشخص هو نحن إذا ما عنده طموح، ما عنده هدف بحياته، فبدي يضل لو كان ما كانت الظرف الحالي بتلاقي عنده ضياع وقت، ولكن ضمن الظروف الحالية صار الوقت للأسف ضياعه أكثر، لأنه كان على الأقل بجوز فيه ملتزم سواء طلاب المدارس بالمدارس، الجامعات بجامعاتهم، المعاهد، الموظفين في منهم كمان اشتغل، يعني اضطروا يقعدوا ببيوتهم، أو في بعض المهن اضطروا يقعدوا بالبيت. طيب نحن هذا الوقت يعني كيف عم يمرق؟ في ناس ساهمت رمضان كمان، يمكن لأني نحن هلأ عن جد انا بسمع كثير ناس من حوالينا، نكون واقعيين، قلبوا ليلهم نهار، نهارهم ليل. صحيح تماما. هذا بالنسبه للحياه، يعني قمه نحن بالنسبه لنا الضياع، وحرام يعني نحن الوقت اللي موجود خاصه بالنسبه للشباب، بالنسبه لطاقات الشباب، المفروض الاستفاده منها يعني بهذا الشيء، بالعكس استغلال الوقت. يعني احنا في كثير قصص بنقول يا ريت عنا وقت لحتى الناس المضغوطه، بنقول يا ريت عنا وقت يجينا وقت لحتى نعمل واحد اثنين ثلاثه اذا كان عنا وقت. صحيح. فراغ. هلا فرصه كثير منيحه للشباب ان يحطوا اهداف لهم، يشتغلوا عليها، يملوا وقتهم بالفعل بشيء مفيد. يعني هذا اللي بيسالك عنه استاذه نهى، يمكن في كثير من الناس هي مشكله ترتيب وقتهم اللي بتكون فيها، يعني من خلال تحديد اهدافهم. في كثير ناس بتقول لك انا عندي وقت كثير بس ما عم اقدر اضبط وقتي، ما عم اقدر اخلص مهامي. اهميه تحديد الهدف هون قديش بتسهل علينا فعلا تنظيم وقتنا بشكل مستمر؟ لما اقول انا خلال هي الفتره الزمنيه بدي احقق واحد اثنين ثلاثه، قديش بتساعدني فعلا انظم وقتي؟ اكيد نحن لازم، يعني نحن المفروض في عنا لكل شخص، ما بدي اقول اني في عنده اهداف، خلينا نقول بالشهر، واهداف بالسنه، واهداف 5 سنين. على الصعيد الشخصي ما عم بحكي اني نحن مو ضروري كل انسان يكون عنده بس مجال دراسي، بس اكيد اللي عندهم اصحاب اعمال المفروض يكون في عندهم هدفهم ويشتغلوا عليه. الاولويات تنحط، نحن نركز على 2 أو 3 أولويات. يعني التركيز على 3 أولويات، اني انا هذا الشهر بدي خلص 1 2 3، اذا حققتهم مثلا ممكن اني انا بالنسبه للطالب الجامعي يحط مثلا ماده من المواد يقرا، يعني اوكي هلا الجامعه ما لها فاتحه، بس ممكن يقرا، يدخل يبحث بالانترنت، يقعد يقرا صفحات، ما يضيع الوقت، يعني ما ينتظر الجامعه لتفتح. المدارس اوكي صار في وقف، بس يا ترى الاهالي ممكن يساعدوا اولادهم، يحطوا لهم برنامج بهذا الوقت على الاقل 3 ساعات يوميا، نوع من القراءه للولد، تساعده بالمواد العلميه المرتبطه، لاني نحن هذا الكلام صار في كسر عنا حتى بالاعمال تبعتنا بالشغل، في عنا كسر، رح بعد الفراغ هذا رح يكون في ضغط كثير كبير. فليلى حتى خلي الضغط يكون موجود عندي لبعدين، حتى نحن اذا فتحت بكره الجامعات او حتى المدارس رح يكون في صبر لمرحله معينه كانت لهم، او حتى طلاب الجامعه الوقت مضغوط ماله مثل ما كان عندهم بالوقت المثالي. بالنسبه للناس اللي عندهم شغل كمان رح يرجعوا لمكاتبهم، رح يكون في عندهم هدف. لذلك هو المفروض ان في بالنسبه للطلاب الاهل يساعدوهم ليحطوا برنامج على الاقل، نحن يكون في شوي لمده 3 ساعات باليوم يقروا الاولاد عن الشيء رح ياخذوه او اللي فاتهم، معلش يعني ولو قراءه اعتبروها ثقافه، يعني اعتبروها ثقافه الموضوع. وبالنسبه للناس اللي عم تشتغل
صادف الوقت اني ببيتها، اكيد هي الفتره لتقعد تنظم اعمالها. يعني نحن اليوم ممكن يكون تنحط دوره تدريبيه، يعني في كثير كورسات بنرجع بنقول اونلاين. يعني نحن اليوم الانترنت له كثير دور كبير. صحيح. اني هذا في الكتاب، يعني نحن الكتاب فقدناه للاسف كمان، بس صار في كثير مقالات بمجال العمل الشخص ممكن يتفرغ ليقراها. في دورات كمبيوتر عن طريق الانترنت ممكن يطوروا حالهم. نحن كثير في عنا منواجه بالشباب بسوق العمل ضعف بالكمبيوتر، ففي مواقع تعليم كمبيوتر مثل ما صارت في عنا منصات من قبل الوزارات للتعليم. طب ليه ما يستفيدوا من وقتهم؟ اني انا عندي ضعف هلأ بهي النقطة، رح فوت أنا على وجه تخرج، بدي فوت على سوق العمل، لما حط أنا خطة أني طور مهاراتي الكمبيوتر، لما حط خطة بتطوير الإنجليش، لأن يعني في ناس عندهم، فكل واحد المفروض يعرف شو نقاط الضعف تبعته ويشتغل عليها، يحط خطة أولوية، وهالأولوية هي بناء على الهدف اللي هو مرتبط لأله. أكيد أستاذة نهى، يعني مثل قبل شوي حكيتي شيء من الواقع، مثال من الواقع. كمان هلأ نحن مقبلين مثل ما بنعرف بعد العيد رح يكون في امتحانات لطلاب شهادة ثانوية وشهادة الإعدادي، رح يرجع الفصل الدراسي لطلاب الجامعة. البعض كان ضمن هي الجائحة العالمية وضمن طبعا الحجر اللي الكل كان فيه والعزل المنزلي، البعض قال أخذ بريك، يلا خلص كورونا ريحتنا من الدراسة، وفي كتير طبعا مراحل انتقالية نجحوا فارتاحوا قالوا يلا تمام أمورنا بخير ما في شيء، يلا السنة كمان رح نترفع. المبالغة بالاعتماد دائما على الآخر من دون الرجوع لنفسنا، هي مشكلة بيعانوا منها الأهل مع الطلاب. يعني أنا دائما منتظرة الأستاذ شو بده يعطيني لأدرس، إذا أهلي ما نقوا علي لحتى أدرس ما بدرس، خليني بقى هلأ أتوجه مع حضرتك للأهل، شو بتعطيهم بهذا الوقت؟ لأنه بصراحة هن اللي عليهم العبء الأكبر بهالفترة. هلأ هو الحياة المفروض نحن نربي أولادنا أولا بثقافة إن ما يوصلوا لهي المرحلة هي. هلأ الأغلبية بيحاولوا نحن وصلانين لهي هذا الواقع يعني. هذا الواقع، وهذا الواقع اللي بعدين بينعكس بسوق العمل، بتلاقي إن في ناس اتكاليين على غيرهم، في ناس بتلاقي منتجة وناس اتكلت على غيرها، فهذا الواقع بينتقل تماما من هذا. ولكن نحن اليوم اكيد طلاب البكالوريا والتاسع ما بظن في حدا من الاهالي ما عم يتابع اولاده، اذا بدي اقول الاهل بس اكيد يعني بده دور اكبر من الاهل، لان الولد بهذه الفتره اولا لا يملك الوعي الكافي لحتى هو ينظم وقته، ثاني شيء الاهل بالنسبه لهم هن المفروض يكونوا بالفعل يعني مساعده للولد بهذا الوقت، للطالب فينا نقول، ما فينا نقول الولد، للطالب بهذا الفتره ان ينظموا له برنامج، يشوفوا التقصير وين، لاني اذا هن يعني بالنهايه الشخص المتميز رح تلاقيه ان هو عم يدور على الفرصه، هو عم يدور. صحيح. فنحن شريحه الناس المتميزه، وهي نفسها بكره بتلاقيها بسوق العمل هي المتميزه. صحيح. لان هي وهي اللي بتاخذ بالاخير الفرق العلامات اللي رح يطلع مستقبلا، فتلاقي في طلاب نجحوا وفي ناس نجحوا بتفوق. فانت حابب انت تصنع شيء، لحرام بس ضياع الوقت هذا، لازم الاهل يساعدوا اولادهم بوضع برنامج دراسي اكيد لهذا الشيء. بس نحن بالنسبه لان لطلاب هي يعني البكالوريا والتاسع هن غالبا عندهم هي الثقافه، بس المشكله الاكبر لطلاب الجامعه انا بشوفها، لاني خاصه اللي امنوا على دراستهم يعني وفاتوا الفرع اللي بدهم اياه، فاعتبروها بالفعل نقاها كامله، وللاسف هذا الشيء يعني غلط، لاني بالنهايه انت طالب جامعه اكيد من المفروض يكون عندك خطه، مو خطه دراسيه، مو كل شيء المفروض نحن ننتظر الدوله لتحط لنا البرنامج والجامعه لتفرض علينا الدوام والاهل حتى اللي يقولوا لنا روح دروس. تمام. المفروض نحن يكون صار في وعي عند الطالب الجامعي حتى ان ينظم وقته لحتى ما يصير عليه ضغط وقت رح تفتح الجامعه. فقدي نحن زارعين بأولادنا هي الثقافة، إذا ما لها مزروعة خلينا ندرك الوضع الحالي ونساعدهم نجيب هالشيء، نحسسهم نقعد معهم إذا هن حاسين بملل. والوقت الصراحة ما فينا ننكر أني ما نكون واقعين أني في ملل كتير كبير، يعني عم تواجهي نحن أولادنا عم نحس أني لو عم يكون أني حابين يدرسوا بتلاقي أني نفسيتهم أني
طول الوقت بالبيت، طول الوقت بالبيت ما في شيء، فاجباري في عندهم، فلذلك بده يكون في فتره نقاهه، في كثير العاب على الانترنت كمان بدها تعطيهم اياها، ما فيك تنكري الواقع، بده يكون في تنظيم وقت، اوكي في وقت للعب وفي وقت للدراسه وفي وقت للعائله، يعني هلا يمكن كمان يمكن اكثر وقت اجتمعت فيه العائله عن كل الايام. العائله صحيح. فهي القصه دور الاهل كثير كبير ليساعدوا، ويمكن مثل ما قلتي استاذه نهى بختام حديثنا، اهم شيء هي تنظيم الوقت لانه نقدر فعلا ننظم حياتنا ككل بشكل عام، لانه اذا ما لحقنا الوقت اخر شيء ما بنلحق حياتنا كلياتها. بدنا نشكرك اكيد، بدنا نشكرك بالختام على وجودك معنا الاستاذه نهى شويحنا على كل المعلومات الجميله اللي قدمتي لنا اياها، شكرا كثير لك. شكرا لكم كمان وشكرا لفريق العمل. شكرا لك استاذه نهى، واكيد نتمنى التوفيق لكل طلابنا المقبلين على امتحانات قادمة. شكرا لك.